9 ريال صح؟ والله مرة شوف رساوك. شوف ما اعرف اسمه. حنشوف والله نحن نروح الحرم ندعي لك يعني. كأنه شارع صيني مدري كون. اقصد التسمم هذا بدي لنا سي معانا تدروا ليش؟ طالعين مع روزة بس روزة اختفت برا او شوفوها قدام. طبعا بعد ما مشينا جوجو فكرت تدري يوم دقيت علي اول مرة فين كنت؟ رحت اكل عباية ما كذا اتصل احسبك وصلتي. ادري فيك لك يا ماما. روزة تقول كان نفسها في سوشي. قلت لها عادي نروح ناكل. تقول انه السوشي ينحسب ضمن ليش؟ التسمم اللي قاعد يصير. طيب. مو من السوشي او مو من المأكولات البحرية. السوشي فيها اشياء يعني بس كمية والله لو ما بتكلم كنت بقول المقاطع اقول ايش دخل. في سوشي يسوي لك هو شكله زي الساندويتش. عرفته. بس عارفه بكم؟ تدري بكم؟ كم تتوقعي؟ احس السوشي دائما غالي يعني كثير ماكسيموم 50 60 ب 64. جميل. ب 64 ريال السوشي اللي تسووه كذا كانه ساندويتش. محل ثاني كمان اللي تحط الاشياء اللي تبيها في الدية كانها سلطه. عرفته ماكي. ولا شو اسمه كل اللي تبغيه على حسب طبعا على حسب. كل غرفه بس بس صوت الهواء اللي برا ما يتخفف. اصلا اضغط زر انت بس ايش حطب صدقي حطب. روز مضلل السياره انتي. والله روز زاحفه مضلل السياره. الله يعينك حق الجامعه اليوم غياب. ترى خلاص بكره اجازه ليش رحتي؟ والله حبيبي اختبار. يعني تخنقني العبرة والله. عادي كان غبتي قلتي تعبان. اي كانت. الا يو كان. زي ما انا اي كانت. نو وي كانت. خلاص راح نحاول. من غرفة روز انبوكسنج. حنشوف وش اوريك البوكس. صح شيء من الميك اب. حنشوفي لوليس بيوتي مرة كيوت. جلوس انا كنت مرة اشوفهم بالفيديوهات ونفسي اجربهم فطلبتهم عشان اجرب. يقولون اصلا ما يحتاج تحط راج يعني خلاص عطل تحطه. يلا نتجهز نتجهز بسرعة. تخيل عمتي الثانية كاني ما اعرف اسمها اتصلت تقول ربع ساعة تجيني احنا ما سوينا ولا شيء. كيعة استخلي. يلا اندمج قدامي خلاص. طارت العدسة. مش تحناكل ولا شيء فيه خلاص. اخوي تقول جيب وخطه زي الناس وانا اقول لها ابشري ما عليك الموضوع جاهز. والله حي جميل حلو تعرفي؟ ايه حي جميل كذا فيه له كذا اشياء فني. صدقتي؟ لا. جيبوا لي دكتور نفسيه. عجبك حق تو فيس؟ حلو بس ما شو اسمه هلاتي مرة قوية. طب حطي كاركتر. لا بس حطي كاركتر. عندي. أنا أخذت جبتها أنا مرة حلو. حسبي الله على الكلية دي اللي تسوي هالات. حسبك تزعقيني قلت ايش هذي؟ يغطي؟ والله مرة ما يغطي شيء حق هذا. والله تعرفوا دائما أقول لكم عليه اللي أستخدمه أقول لكم إنه مرة خفيف؟ انت ما عرفتي التريك. ايش التريك حقتك؟ التريك انك تخليه ترسم حواجبك تخليه شويه ايش اسمه
ممكن ممكن صح. ترى الراس جالسه في الارض هناك عشان كذا قاعد تشوفوني طالع في المرايه قاعد طالع فيها من ورا. استعملوا جوالها رزه بتحطها اي لاينر صح بس هو بلايشادو مره كنت تفكر اوكي اي لايكت صح بجرب الجلاسات اليوم ايام بجربها برسم الاي لاينر واجي دقيقه دور مرايه والجوال معاني اليوم جد ايش اسمه ذاك سليب جيرل اوفر سليب سليب جيرل محدد حق شي جلام مره احبه اجرب الجلوسات معاكم في التيك توك مين انا بدري بدري ربع ساعه وتجي ها خلاص خلصت بدل الكشخ هذه كله بس النظارة فوق هذا يعني ما أعرف شو الفايدة شو هم بنصلي بدل نطلع يلا دحين حنروح نعمل جرفوني راحت خلاص طلعنا قاعدين نستنى عمتنا الثانية تيجي راح تجيب شيء وتيجي بنروح نشتري قهوة بنجرب قهوة قالت عليها كويسة لذيذة لذيذة يلا اختبرها في يوم واحد خلاص بدنا الليل النهاية جينا باسكت بناخذ قهوة كذا على الطريق مكان مرة فايب مرة عجبني فعمتي تمدح عمتي الأولى اللي جت تاخذنا قالت إنه مرة طعم إيش قالت؟ ايش 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 اللي طعم ايش اللي طعم ايش اسمه كوكيز كندر كوكيز يجي حار عليه كرنشي ايوه موت. خلاص ناخذ كم 7 ريال واحد واحد خذ واحد لسه بنطلع جدا حل كمان شوفوا اسعارهم مره كويسه شوفوا الفي 6 كم 9 ريال كيف كل الشوكولات سبحان عطش ايش فيه تحميس على كيف كيفك على قد الظروف والله يجي طعم وانا ذقتيه لا ما قد ذقت دحين اشوف صاحبتي بتصور هنا في الصباح يلا ليتس جو يلا يلا طيب يلا حنجرب الحلا شوف على مدح حرفوني انا ما ادري صراحه كيف اقول لكم كشف حتى انا مدح متابعينك قول والله يا الله ايش بك امشي يا حبيبي جو 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 مستر يفهم العظيم والله العظيم والبي 6 ب 9 ريال صح والله مره طعم رهيبه الحلا مره طعم تطيبك صراحه 10 على 10 عشان انا اي لايك ات عرفوني مليون حبيبي انا قلت لها ابغى اليوم الحين خلاص دحين نطلع جده صح ولا في مكان بنروحه الطائف ايش والله من الطائف لو بتروح الطائف رجعوني والله ما ابغى اروح الطائف ولا شيء والله انا ادوخ ترى من الطائف مره دحين يشوفوا اهل الطائف يقلب علي الطائف انا جدة جدة وقال ما عجبوني ما في صوت ترى سنا ترى الايفون والله يستهبل كذا صار يطلع ما يطلع صوت سنابات حتى انا ما يطلع صوت سنابات عجبك ما يطلع ما عجبك لا
عشان شكلي انا تعبان. دادا ما عجبه ذوقك خايس رفوني. معليش امزح امزح مقلب مقلب والله اقلب. تقول رفوني عن المطعم ذاك الياباني. طيب الحين اوريها دادا شيل يعني بس انا اخاف اكل منه صرت تعبانه. ايش هو؟ ايش هو؟ مطعم ياباني. ياباني كوري روز اول تقول اللي يطلب دامبلينز كأنه شارع صيني مدري كوري في اشياء كذا معلقة في السقف في اشياء معلقة في السقف. والله لايكة القهوة عجبتني والليلة هنا. ليش حلا ما عجبتك؟ ولا اي لايك ات شلمات؟ ايش شلمات؟ رفوني. طيب نحن في السعودية يا ملاحظ عندي كم تيست؟ كم تيست عندك يا ملاحظ؟ 3 exam عديها قبوع ايش؟ ما عندي شال. رفوني 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 ما عندي شال. رفوني شوفي تخافي من ترى حفلة تخرج حفلة قريبة وخافي عندها صاحبتي وعندكم متفوقات الكليات رفوني راح تتخرج من الجامعة باركولا في الكومنت الكليات الصحية مرة حلو. طب يعني اللي ما اللي متخرجين بس كي بدون مرتبة تشرف ما يكرموهم؟ لا هم ما يقولوا جوجو صدق عبد جوجو ها اطلع المنصة ويصفقوا لك لا حبيبتي ها ايش جماعية جماعية بس خلاص انت جهالتك يكون مكتوب فيها لما تاخذي الوثيقة. اوه يعني اتعب هذا التعب كله في الاخير ما ينادوني يكرموني يقولوا جوج عبد اللطيف. لا اذا جبتي مرتبة شرف اصراحة عبد العزيز ينادوا بمراتب الشرف. بيبي يقعد ينادوا لين بكره. جماعة عبد العزيز هم اللي يقولوا عليها جماعة عزوز. طيب ليش يقولوا عزوز؟ مو ينادوا يعني مراتب الشرف يعرضوا اسماء يعرضوا الاسماء في الشاشة حقت الملعب. ملعب بعدين مين قال لك احنا حفله تخرج ليش ملعب ما شفتي عشان يقولوا شيء ما قاعد افهمها وربي اشياء جامعين ما لي صلاح شاف وصلنا شوفي 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 تعالي تعالي شوفي هذا شوفي 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 سوى ايش ايوه ببلاش سوى فخار مو ببلاش طبعا يعني بس انه نايس اكتيفيتي شويه نشوف يمكن نجي بس وجهتنا شريم في جداوي قاعد جوا طالعين فوق انا على الكنب انا على الكنب انا على ايش تبغي نعم ليش طالع فيني؟ تبي خوخ ولا ليمون؟ حن يلبس الجلوفز قال لي اعطيك المقاس الكبير ولا الصغير؟ قلت له الصغير مو راضي يدخل في يدي مو راضي يدخل في يدي قال ايش؟ قال جيب مقاس صغير لا ما دخل لا دخل 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 ايش راح يصير؟ الله سنتين وهي تلبس فوني قطالة فيه ما ادري ليش بس هذا الرز بطالة خلوت الرقم اجل ايش اسمه من جد يعني طقم الا طقم طقطق علي عشان قاعد اقول طقم عمي تطقطق عليها تقول عبايتي زي كذا والله صح بمشيها عشانك عمي يعني بس ما راح امشيها شوي الجلوس راح يلا اربطي ما يحتاج العملية لازم نربطها زي النفس أبى دبر الوصلة الثانية راح ناكل طاع كسر الربيانة وريهم من جوا يجب ولا أتبقى
والله مرة حار. إيش تقولي بارد؟ حار. ان شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم. روزا من ادخل هذا؟ نبغى نسوي شوفوا هذا المحل من اول مرة نفسي اجي. تخيلوا ترسم على الفخارة او ترسم على لوحة. خلاص next time ان شاء الله ان شاء الله. اقول لكم اكثر شيء يضحك عندهم. بقول لكم شيء يضحك. شوف سالفة الريتسي، تدري اول في الاجتماعيات كان يقول لي انه اكثر شيء يعني اشياء مشهورة في السعودية كذا، لقيت اكثر شيء مكتوب الريتسي. قلت ايش هالدرجة يعني مرة المول مشهور، بعدين انا اكتشفت ان قصده من البحر الاحمر. من جد الريتسي والله السالفة على وقت الضحك صراحة. ايش تميس؟ دحين فين حنروح من جد؟ قلت لك يا حبيبي بيتش مول. بيتش مول ايش اول مرة اسمعه؟ بيتش مول ولا الريتسي مول؟ في الملاهي؟ في بلاي جراوند. بلاي جراوند؟ دور مرة حلو. ساندويتش. جيجي دو يو نو هجة؟ هجة؟ في شرشف وصلاة هجة سجادة زي الله أكبر. Not funny. Not funny دي مستوعب. Funny yes but no funny. الريتسي شوبينج؟ الريتسي ريتسي لما تبي تروحي تشتري تقولي انك بتشتري شوبينج. باي. يا الله يعني انا بروح اشتري بقاله، اروح اقول لهم شوبينج في البقاله. بتدفعي ما هو الشيء الملموس المحسوس. هي من يوم ما قالت بالباي خلاص ترى كنت اسمعكم تقولوا بالباي عشان كذا قلت زيكم. لن اضوائي متعلقه وجه المصاب بابا يتصل جست ويت وعينينا على انتبه حلقك يا اخوتي. ما يضحك خلاص والله مستلمين الذبابه من يوم ما جيت عشان اخواتي ولا الوحيد اللي ورا مالي صلاه. بابا حول لي هلو. لا قبله شكلها بتحول القطه بعدين ما لقت في حسابها. لا قلت له 100 ريال في حسابي مو حلوه، حول لي مره ثانيه عليها. قل لي طيب شوفي عبايات هنا. طيب ايوه هذا سوق العبايات. يلا حبيبي يعني ادفك سوق سوق الشاطئ. سرير ماما كان قدام الدلال. يا حبي جميل يا ليتني. ايش سكتيني؟ صوتي مو حلو يعني ولا ايش؟ صوتي مو حلو ولا ايش؟ خليني اجنن. انا عارفه طيب بس قولي ما شاء الله. قولي ما شاء الله. ما شاء الله. فين محل الشنط؟ جرب معك النظارات. لازم تخرج النظارة. محمد قفل مكيف. يا اخي اشتري النظارة. احس البيضة حلوة. مع ان خايس يعني بس خل تجرب. ايوه والله لا خلاص من يلا هذا رجعي يلا. يلا تعال توقفوني خايس ما عجبني. تعال ايش هذا؟ سحبنا على روز سبناها في المحل حلو اصلا. احنا بنسوي الاسود دائمه يعني ما تنقطع مهما كان ما ينقطع صح؟ بكم ترى قلت ايوه من ورا الكاميرا. وراز الاسود ب 70 طيب؟
الرازي ايش كانت محمد خليها ب 60 قصت 10 ريال ديجيتال. شوفوا كيف ما تنقطع عصفره دائما يعني كذا حيشحطوها يشحطوا كذا يزنطوها خلاص يلا سوي. محمد انا كمان يبغى محمد نصور عادي يلا 50 بسم الله يلا 55 طيب 59 ميلي 59 الله بصابل انت قلت هذا يصدي شوف والله حلوه بس ناخذ الاصغر الاصغر والله مره كشوخي ايش يعني هذا ما فيه هذا ما يصدي محمد هي اسوره دائما انت تسويها بهذا المفك يعني بس لو انقطع انا ايش اسوي فين تعال احنا بيت فين احنا في مكه حبيبي مو حبيبي والله احنا نروح الحرم ندعي لك يا اخي هذا والله ما يصدي ما في سردية اختي هذا ستيل قول والله العظيم هذا ستيل قول والله ما يصدي يا بنتي ستيل ما يصدي ستيل يصدي ولا ما يصدي؟ ستيل ما يصدي شوف انا شاور هذا عطار انت ايش عطر خوف دهنا ايش بغى؟ دهنا ايش؟ ايوه كولونيا دهنا والله شوف انا من اول اقول له ما البس فضني ما طلع لي دحين طلع لي والله يا بنات انه مره حلو احطه في اليمين ولا في اليسار؟ انا اول جرب بعدين انا كيف سوي انت سوي هذا هنا انت يلا يلا دايم خلاص دايم يلا اي دايم اي عادي ما في مشكله يلا رزق هذا بكم طيب انا ما كسر نفسه كم 50 60 خلاص دحين 3 محمد انت اشتري اشراف ما في مشكله يعني والله هذا كثير مره والله نحن بنت مسكين كله هذا بابا حبه بس يا اخي انت دحين اي 15 ما عندنا بابا ما عندنا اكل بعدين انت فوت تكلم طعم هال هذا بيو 200 ريال انا بيو هذا 200 ريال انت بيو هذا ب 200 ريال يا روزا ايوه يعني احطه في اليسار ايوه انا محتاره فيها الساعه محتاره اشرب الساعه انا وربي هي تيجي حلوه مع الساعه شوف روزا توثق اللحظه مقاس هنا هذا مو ولا حاله هذا مو نفس بعض هي خلينا رفوني هذا مو نفس بعض ساعه ولا لا تن 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 I can see my baby الله شوفوا في اكسسوارات حلوه وربي خليه هذا يمين بس خلاص طب انا محتاره ايش اسوي احط ذهبي ولا فضي اكسسوارات انا احس بحطه في اليسار لان دائما ايوه طيب خلاص كبر صغر ما بس انا لا صغر شويه لا جوج يمكن تمتني خلاص ايوه خلاص اكيد ايوه ثاني مره اشوف بعدين هذا كبر صغر ما يجي جوجو كبر شويه كبر شويه كبر اللف ايوه خلاص كذا كويس خليك شوفوا ايش سوينا هذه هي اكيد عرفتوا قصدي يوم قلت لكم انا اسوي الدايمه تعالوا وريهم بسرعه تعالوا وريهم شوفوا الاساور كلنا زي بعض لقينا ماتشا بايش قولي سعوديه اذا شفتي لو اقوم ولكن مطفي المكيف مشغلة من روحه حبيبي الصيف بقوم اكسر البيت اكسره صيف ما عاد في مروحه مو فهمي خايف افهم السالفه تخيل يا جماعه اول جيت نمت عند روزا كل ما اجي انام عندها نص الليل ايش تسوي انت زي افلام الرعب تقفل المكيف وتشغل المروحه او ماي جاد تخيل بعد ما رجعت البيت تذكرت ان نسيت الباور بانك في سيارتها هم بجرب اشرب بابون جيم بين كل المشروبات لي اول مره بس عشان روزه عد حلال وكذا وحركات يلا احتاج روقان الله مسوينا اجواء وكل شيء في الاخير الاشتراك مخلص تقين على عمه تنصحها من انه عشان تشتركني طب صحي رفوني مريم وين ريلك دق دق علي قولي لي اشترك في النت يلا دحين اول تجربه للبابون ما قد ما تصدقين الو ايوه وصلنا البيت من اول اي دبي كنت بدق ايش بك طعم وسمسم ام المتوحش انا اخلص من اهل الجين انتي روزا كنا بنتفرج شهر زي العسل بس هذا شو اسمه ليه ما سوينا الاتش دي مو راضي يشبك على التلفزيون خلاص دحين بننام
حرفين وانا في نص الفيلم نمت على نفسي بالغلط، بس خلاص حتى جاها النوم فخلاص بنام وخلاص بنام على نفسي، جالسة اخرف كلام. يلا مع السلامه.